السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهاردة يا أخواتي أنا معاكم، هعمل لكم النهاردة أكلة سهلة وسريعة، فطار سهل وسريع جدا ومكونات من قلب البيت. يلا بينا نعرف المكونات. معايا النهاردة بطاطساية واحدة كبيرة، أنا مقطعاها مربعات زي ما انتوا شايفين كده وسلقاها، ومعانا 3 بيضات، ومعانا طماطمايه مقطعاها مربعات، وقرن فلفل رومي مقطعاه مربعات، ومعانا قرن فلفل برضو شرايح مقطعاه شرايح حامي، ومعايا هنا معلقه كمون ومعلقه كمون شاي، ونص معلقه فلفل اسمر، ونص معلقه ملح صغيرة، ومعايا بصلايه متقطعة مكعبات، ومعايا هنا شوية بقدونس مقطعاهم، ومعايا نص قرن فلفل رومي أحمر وفلفل أحمر رومي برضو ألوان، ومعايا هنا شوية جبنة موتزاريلا. ويلا بينا دلوقتي هنشوف دي المكونات دي بتاعتنا النهاردة، وهنشوف هنعمل بيها ايه فطار ايه النهاردة. دلوقتي انا حاطه الطاسه على البوتاجاز ومعاليها وحطيت في قلبها معلقه سمنه كبيره، وهنجيب اول مكون فيها وهنحط البصل. اشوح البصل هخلي البصله دي يا اخواني هخليها دلوقتي حبايبي تدبل كده تصفر معانا شويه. دلوقتي هي دبلت شويه البصلايه اصفرت بسيط، دلوقتي هحط عليها الطماطمايه هديها تقريبا. هخلي الطماطميه تكبر برضو بسيط، ودلوقتي هحط دلوقتي يا اصحابي هحط معاكم حبايبي الفلفل الالوان ده، الفلفل الاخضر الرومي وده الاصفر. ممكن تستغني عن الفلفل على فكره الرومي، او ممكن اللي موجود عندك بالبيت ممكن تعمليه، مش شرط ان انت تحطي جميع الوان انواع الفلفل، بس انا موجود عندي قلت احطهم. هسيبه برضو ياخد تشويحة برضو في قلب لحد ما يبدل في قلب الطاسة. هما دبلوا شوية زي ما انتوا شايفين كده، هحط فوقهم البطاطس. انا البطاطس سلقاها نص سلقه مكعبات، هي اساس الاكله دي البطاطس والبيض. طبعا الخضار بقى اللي عندك اي خضار عندك في الثلاجه ممكن تحطيه. وانا سلقه وانا بسلق البطاطس حطيت شعره ملح في قلبها في السلق بتاعها. دلوقتي هسيبها تدبل في شويه. دلوقتي انا سبتها تدبلت شويه، حط عليهم قرن الفلفل الحامي وده خياري طبعا، اللي عاوز يحطه يحطه واللي مش عاوز براحته.
وهحط الفلفل الاسمر والكمون والملح. عندك بهارات تانية وحابة تحطيها براحتك. ودلوقتي معانا الثلاث بيضات اهم، هنضربهم. ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده اتشوحت، هحطها هفضي فوقها البيض. زي ما انتوا شفتوا كده انا وزعت البيض في كل مكان. لما وزعت البيض دلوقتي هرش فوقه البقدونس. عايزه تحط كزبره برده براحتك لو عندك. زي ما انت شايفه كده، وممكن لو ما عندكيش جبنه موتزاريلا مش مشكله، ممكن تاكليها للاكله تبقى كده جلزه، وممكن ترش فوقها كده زي ما انا هعمل كده جبنه. انا كده رشيت الجبنه زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده انا مش هقلبها، ممكن تسيبوها. بدات زي ما انتم شايفين الجبنه تسيح، انا وطيت عليها خالص. انا دلوقتي هشيلها لانها استوت، انا ما بقلبش تاني طبعا. هي استوت كده، انا هشيلها واحطها تحت الشوايه. ممكن ما تحطهاش تحت الشوايه، ممكن تغطيها والجبنه هتسيح وخلاص، بس انا هشيلها دلوقتي احطها تحت الشوايه دقيقتين. وبكده تكون اكلتنا جهزت وخلصت خلاص، بعد ما حطيتها على الشوايه وطلعتها. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين هي كده، وبالف هنا للي يعملها. هي زي ما انتوا شايفين كده، دي قطعة منها اهي. يا رب تكون تعجبكم، فيها فايدة وفيها حاجات كتير جدا، وفيها مكونات خضار كتير، تبقى حلوة ومفيدة للأولاد. اوعوا تنسوني في الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.